تشريفنا. يشرفني أن أحضر اليوم معكم في هذه الأيام المباركة للإشراف على الطبعة الأولى للصالون الوطني للمنتجات النسيجية والألبسة والأحذية، الذي ستتواصل فعالياته لمدة 10 أيام. لقد تم برمجة هذا المعرض أو هذا الصالون تزامنا مع الأيام الأخيرة لشهر رمضان المعظم وحلول عيد الفطر المبارك، من أجل تمكين العائلات الجزائرية أولا وبصفة خاصة، والموزعين والتجار وحتى المستهلك الجزائري بصفة عامة، من التعرف على المنتجات المصنعة محليا واقتناء حاجياتهم بأسعار إن شاء الله تنافسية ومدروسة ومناسبة.